ارتياد مدرسة جديدة قد يغير حياتك، خاصة إذا اكتشفت مختبراً سرياً فيه ثلاثة كائنات تعيش في جرار. جائع، باركا، أوبن، سكان الجرار جاءوا من حول العالم، لا يعرفون البرية. إذا درسنا ما كتب في الكتاب الكبير قد نتمكن من إعادتهم إلى ديارهم بسلام. فقط إذا نجحنا في تجنب نبيه المبتكر وأجهزة تعقب الجرار الشريرة. سكان الجرار لقد خرجوا ولن يعودوا إليها. صغير باركا، اختبار، اختبار، هيا الآن. لا أتذكر شيئا عن مولدي، لكن أعرف أنني أتيت من تسمانيا، لم أرى والدي. أشجار البوبابي مثل باركا تتكاثر مثل أغلبية النباتات، لكن من الضروري نقع اللحاء في سائل الملح القلوي عينة كبيرة. لا أستطيع سماعكم. نختبر الصراخ لبرنامج النجاة. أنا رائعة في الصراخ. شكرا على حماسك يا فريد. لا أريد تجربة الصراخ في الهواء، لما لا نفعل هذا في مختبر التجارب؟ لكي ينجح برنامج النجاة يجب أن يتكاثر سكان الجرار كي تبقى أنواعهم. يعطي الكتاب فكرة عن مولد أشجار البوباب، لكن يجب أن نجري أبحاثا. نعم، هيا بنا. نعم، نحن أيضا. مستحيل، هي قائمة ببعض المهام لكم، سنخبركم المزيد لاحقا. الأطباق، ملابس، إعادة التدوير. إعادة التدوير تمت، الآن نتسلل إلى المختبر. هيا، الممر السري. القليل هنا؟ نعم، سأجمع الكثير من المال. أي مساعدة؟ من بيني. حسناً حسناً، أجري تجربة على باركا في تلك الزاوية هناك. وكونوا هادئين. سنكون هادئين. ربما قطرات قليلة. لا شيء يحدث هنا. أوبل ستجرب عصارة باركا. أنا سأتزلج وأتزحلق. جرب الزحلقة هكذا. هذا ممتع. ها؟ تلم تم 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 دم 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 دم. ها؟ على الأقل لست الفاعل. أنت السبب في هذا. لا يا سيدي، صدقني كان المختبر هكذا يا سيدي. الآن ماذا لدينا هنا؟ هل هذا؟ شانغ، أحضر متعقب الحمض النووي، إنها فرصة ممتازة لاختبار مزاياه في التشغيل. التقط المتعقب حمض سكان جرار النووي، إنه من أحد سكان الجرار. مع عينة من الحمض النووي هذه سأستنسخ ساكن جرار، سأصبح ثريا مشهورا وأعيد مكانة اسم عائلة المبتكر. نعم. الآن علي بناء جهاز استنساخ. تشانغ، نظف هذه الفوضى على الفور، هيا. عثر المبتكر على قطعة اللحاء في المختبر وسيحاول أن يستنسخ باركا. الحمض النووي هو التركيب الأساسي لكل كائن حي. قد يستخدم الحمض النووي من لحاء باركا لصنع باركا صغير. ماذا سنفعل؟ علينا أن نفكر. لقد وضع اللحاء في الخزينة، لا نستطيع إخراجه. سيصنع البروفيسور نسخة منك. يجب أن ننقذ صغيري. تسلل إلى المختبر. صح.
صغيري. إنه لطيف وصلب للغاية، صغير وجميل. ربما هذه الخزينة. تقول صوفي إن اللحاء هنا. يجعلني أنظف الفوضى التي أثارها غيري. ليس مجددا. أين هو؟ ضبطتك متلبسا. لست الفعل هذه المرة يا سيدي. إذا تعترف أنك سبب الفوضى أمس. حسنا، أنا لن يستشعر متعقب حمض سكان الجرار النووي العينة. هذا يعني شيئا واحدا. سننوم تشانغ مغناطيسيا ونرغمه على إخبارنا بالرقم السري. أوشك الظلام أن يحل، يجب أن نعود إلى غرفتنا. سأحاول استعادة اللحاء في صف العلوم غدا. ليلة سعيدة. ليلة سعيدة. أنقذنا صغير باركا. عرضتم أنفسكم للخطر مجددا، عليكم التوقف عن ذلك. لكن كيف تمكن البروفيسور من صنع نسخة بهذه السرعة؟ هيا دعني أرى الغصن. الغصن؟ رجاء لا إهانات. علينا الذهاب. إذا كان هذا صغير باركا، عليكم أن تعدوا الكهف لاستقبال الصغير. استخدموا قائمة المهام التي كلفتكم بها. القائمة ما زالت في إعادة التدوير. كوتشي كوتشي كو كوتشي كوتشي كو. انتباه يا طلاب، أنا معلمكم البديل اليوم، لأن البروفيسور المبتكر مشغول باختراع مهم، وأنا أيضا مشغول، لذا ادرسوا أو افعلوا ما تفعلونه عادة. مفاجأة. وصفة السماد للصغير. جيد جيد، سيجعلك هذا تنمو بسرعة. يا لك من صغير جائع يا فتى. يومي يومي يوم اشرب. يا رفاق، لدي خبر سيء. صغير بركة مجرد شجرة قزم صنعها تشانغ. شجرة قزم؟ لا لا، إنها باوباب. باوباب صغير رائع. هذا أنت يا فتى. الشجرة القزم هي شجرة يابانية، سأريك. وقت نوم الصغير. سأثبت لك الأمر، لكن عليك المجيء معي. سيجلس فريد مع صغير. لن يجلس أحد فوق صغيري. لا تقلق، لن يؤذي الصغير. يعرف كيف يرعى الصغار في غياب أولاء أمورهم. فريد، هل ستبقى معه؟ لن نتأخر. احترس. لا تقلق يا باركا، أنا سوف أرعى صغيرك جيدا. أليس كذلك الصغير الجميل؟ توأم. لا لا، انظر، إنها مجرد عصا في إصيص الزرع. عصا إصيص؟ رجاء كف عن إهانة صغيري. شيء كريه الرائحة، كآلة شديدة الحرارة. أسرع، إذا نجحنا في استنساخ ساكن الجرار سنصبح أثرياء مشهورين. لما لا نبيع الأشجار الأقزام يا سيدي لنحصل على أموال كثيرة؟ هذا ليس صغيرك، هذا غصن كما تقول صوفي. إنك تجرحين مشاعره. تتصرف بجنون يا باركا، يجب أن نخرج من هنا، الفرع ميت. لا تقولي هذا، إنه صغير الباوباب، صغيري. حسناً، كنت سأتولى الأمر. لا توجد عصارة زلقة. لا رائحة للصغير. إنها شجرة قزمة مزيفة مثل الأخرى. أنت محقة، محقة. أنا أعجبني شعور الأبوة. إذا استعدنا اللحاء ثانية قد تصبح أبا، لكن نحتاج للإلهاء. نحن إلهاء مناسب. سنصنع نسختنا مهما حدث، لن يكونوا أكثر ذكاء من المبتكر. لا.
لقعناه في المحلول القلوي كما في الكتاب. مع القليل من الحظ والضوء والماء قد ينمو في النهاية. أنمو يا صغيري، أنمو 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 أنمو. رفاق اخفضوا أصواتكم، أخيرا نام صغير بركة. حقا من يصدق أن رعاية شجرة بهذه الصعوبة؟